برادلي دين رئيس مصلحة الاتصال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل. مهرجان تجلي في دورته الثالثة يكون انطلاق يوم 23 مارس والاختتام يوم 2 أفريل. هذا المهرجان هو ذو طابع صوفي، تشرف عليه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل بالشراكة مع المركب الثقافي نابوليس بنابل. سياسة المهرجان في الدورتين السابقتين كانت تهدف للتعريف بالفرق الصوفية والمخزون الصوفي المحلي، وذلك بإطار المحافظة على الموروث الصوفي بالجهة لتسميه وترويجه. وقررنا هذه السنة أن يكون المهرجان في إطار وطني، حيث تحتضن هذه الدورة 6 عروض صوفية متنوعة من مختلف جهات الجمهورية، وذلك بإطار حرص على تعريف الجمهور على أكبر عدد من الطرق الصوفية التي تزخر بها بلادنا. وفي نفس التمشي الهادف لتطوير المهرجان إن شاء الله السنة القادمة والدورة القادمة في إثراء المهرجان، نسعى إلى برمجة ندوات علمية ومسابقات في الإنشاد. بالنسبة لبرنامج هذه الدورة، الدورة الثالثة يكون كما قلنا سابقا انطلاق يوم 23 مارس مع عرض رجال الصبرة لمركز الفنون الدرامية والركحيب قيروان يوم 23 مارس. يوم 25 مارس سيكون على موعد مع عرض ذكارة لمحمد بسكري. يوم 27 مارس عرض أجراس الوجد لحاتم الفرشيشي. ويوم 20 مارس 2024 عرض القبة لأحمد زيتون. ويوم 31 مارس عرض ناس الفقرة لفراس حسني. والاختتام يكون يوم 2 أفريل مع عرض تسنيم لخالد بن يحيى. كل العروض تنطلق على الساعة 10 ليلا بالمركب الثقافي نيابوليس بنابل، والدخول يكون عن طريق الدعوات اللي هي موجودة على ذمة الراغبين في الدخول بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل وبالمركب الثقافي نيابوليس بنابل.